من تحت النار هربوا وإلى لبنان لجأوا، نحو 1.5 مليون سوري هنا. لم يعودوا يشبهوا أنفسهم بشيء، يعيشون شتات، يحاولون الانتصار على الفراغ، على نزيف صامت لمالهم ولكرامتهم منذ 5 سنوات. يحاولون قبل أن يفسد كل شيء أن يمسكوا بزمام مصيرهم ومصير عائلاتهم، أن يتمسكوا بأمل ولو كان ضئيلا. طيب نحن هلا بمخيم الابرار ومعنا ام نوره والصبايا بناتها، طبعا اسها في صبيتين، انت ام لخمسه بنات. بالخيمه عندك مرتبتيها ام نوره، عامله جايبه براد، جايبه تلفزيون، بتحسيها بيتك؟ هلا اكيد كان بالبدايه كنت لا، عانيت كثير لحتى اتاقلم نعوض الخيمه، بس وقت حسيت مشوار طويل لا صار لازم الواحد يعيد ترتيباته. ايمتى حسيتي المشوار طويل؟ يمكن بعد اول سنه بعدت بداخل خيمه. يعني طبعا كنت متامله اني اطلع منها او الاقي اي منفذ، او بعدين لا، انه حسيتها بالعكس، انا هلا يمكن بحس سعادتها بالخيمه. بتحسي سعادتك بالخيمه؟ انه تاقلمت فيها بالنهايه، ما ضروري يكون شادر ولا حيطان ولا الانسان هو بيصنع حاله، كانه داخل خيمه ولا ببيت. كيف صنعتي سعادتك؟ كيف تحسي يعني انه هي الشغله خلص صارت يعني عم تفرحني، عم تفرح بناتي؟ شو عملتي؟ لقلك شغلي، اول شيء النزوح ما بحط من طموح اي حدا، او اللجوء او الخيمه، خلينا نقول بالمخيم. اول سنه انا عانيت تدريس بناتي للاسف، هون ما كان يسمح للسوريين يدرسوا، قعدوا بمدارس ترفيهيه بس. السنه الثانيه اقامتي بلبنان صار في مدارس، مؤسسه كياني تابعين لمدام نوره جنبلاط. انا برايي عم تعمل مشاريع انا برايي هاي المدارس احسن من اي مدرسه رسميه. طيب هلا هاي السنه اخذت ترخيص تبعوا دراستهم، يعني هو انا سعادتي واشوف بناتي عم ينجحوا واشوف لهم المستقبل. ما والله انا خير. بس انت جوزتي كوثر صغيره وقلتي لي هي خطيئه، هي غلط وقعت فيه. انا لاني بدافع عن هذا الشيء وبطالب انه بحمايه البنات من الزواج المبكر، للاسف وقعت بهي الغلطه. ليش؟ كثير عانيت اول سنه مرت علي بلبنان، كثير كثير كانت صعبه، من أسوأ ايام يمكن عمري، أسوأ من القصف اللي ذقناه بسوريا. يمكن صحيح كنا من قصيف او شيء، بس بتتذكري شو كيف كانت الصعوبه؟ بالمعيشه. هلا اصعب شيء وقت الام اولادها بيبكوا بيقولوا لها جوعانين، يمكن هاي الكلمه بتعبر عن كثير اشياء. نشأت جمعيات، نشأت كثير للاسف، انا ما كان لي معيل، اجيت انا وبنات، هو كنا منفصلين عنه، ما لهم اخ يقدم، ما في عم، ما في خال، ما في اي حدا. للاسف الاحياء لما تنادي لما جاعوا الاولاد وانت الوحيده المسؤوله عنهم، قررتي انه تجوزي كوثر. يعني ما لا تكون هي ثمن اولى شيء، انه اجوا جماعه طلبوها الى الى رفضت انا بالمقابل، رفضت، بس هي قالت لي كوثر كلمه، قالت لي ماما انا مرتاحه، ليش ما توقفي بوجهي؟ هاي الكلمه خلتني افكر انه يمكن البنت تطلع لتاكل او لتشرب او لتلبس او لحتى تلاقي، او هي بحاجه رجل يكون مسؤول عنها. وقت وافقت اكبر منها بكثير. كوثر ليش وافقتي وانت تركتي بعدين؟ هلا كنتي عم تضحكي، خليكي عم تضحكي. كوثر ليكي، ما انت كنتي عم تضحكي هلا وقلتي لي يوم اتطلقت كان وجهه خير علينا. يلا ارجعي. ايه طلاق كان نقطة تحول. كيف كان نقطة تحول؟ يمكن خلاني اصير قوية اكثر من مما يكون. لك لا راح الميك اب في ليش بكت؟
اي حدا وقت بيكون مرق معه موقف بجوز انه متندم او ما بده يكون صاير معه الا ما تمر. تعبت؟ كانت تجربه صعبه؟ ايه صعبه، مع انه بقيت شهر بس. شهر؟ شهر. اكبر منها بكثير؟ لا، عمره كانت 28 سنه. عذبها؟ ضايقها؟ يعني ضايقها. الأمم المتحدة بتعطيكم قسائم العلاقة بأنكم تروحوا تشتروا المواد الغذائية، يعني شو كيف هي؟ بتشرحي لي شوي القصة كيف تصير؟ هلا مسموح لنا بالبطاقة هي الكترونية زرقاء. اي هيدا الكارت. ايوه هاي الغذائية. صح؟ هيدا المساعدات الإنسانية في لبنان غذائية. كل خمسة شهر بصير فيها رصيد، هو عبارة عن 20 دولار، 21 دولار للشخص. بده فيها يشرب، ياكل ويشرب، فيها مي وفي كل شيء. بس ممنوع يشتري منظفات. طيب خضره، خضره، ثياب، البس دواء طبابي. يعني في حدا ما بيمرض؟ الامم احيانا بتتكفل بعلاج من 2 لـ60 سنه. طب من تحت الـ60 ما بيمرض او من فوق الـ60 ما بيمرض؟ يعني في اشياء عندها سلبي وايجابي. طب هلا نحن جبناهم من عند جيرانك هدول، قلتي لي هلا اغلبهم بيكونوا مرهونين. شو يعني مرهونين؟ يعني بيحطوها ما بقى فيها رصيد، بتركوها عند البقاليه او السوبر ماركت. بيستعملوا يعني هلا الناس بتنطر 5 شهر ايه لتصرفها. يعني قلت انه بكونوا مصروفين. يعني ممكن هي هلا ما فينا نجرب نصرف نسحب منها شيء لانه بكونوا كلهم خلص تاخذت مع كل اول شهر بيرجع بتعبى فيها رصيد. انا متاكده 6 شهر كل السوريين بتكون صار في الكروت الغذائيه. حاولتي تلاقي شغل؟ كثير، واشتغلت بكذا مجال قبل ما اتزوج. يعني اشتغلت بمطعم اسبوع، اشتغلت بمعمل بيصنع جبنه وهي الاشياء، بس للاسف ما قدرت اكمل. شو صار؟ بالمطعم انا معي حساسيه بصدري، ريحه البهار والتوابل ما قدرت اتابع فيها. والشغل الثاني كان متعب بشكل، من 6 الصبح ل 4 5 ما قدرت احمله. والمردود؟ كان ضئيل، 10,000 لبناني باليوم. ما بيكفوا شيء مع جار طري وهيك، ما يبقى من 7. طب هلا انتم هلا المسجلين بالمفوضيه، انت قلتي لي انا انت ما بتحبي او بتزعجك كلمه لاجئين. قلتي لي انه احنا كنا قبل الحدود كنا سوريين. ايه يعني فعلا فكرت فيها اول ما حتى ونحن بداخل سوريا نزحنا، بس هويتنا بقيت سورية. بقينا يقولوا سوري اجا، حمصي، حلبي، كلياتنا سوريين. بس اخر مره طلعنا من يبرود اجبرنا كل من كان بيبرود يطلع على طريق عرسال. تهريب يعني؟ ايه. ما بقي غير الطريق مفتوح قدام السوريين. ما بعرف انا على الطريق يعني قبل ما نوصل على الحدود اللبنانية بخطوي حسيت هون اني عم ضيع الهوية السورية. تعادي احيانا تقولي انا بدي ارجع على سوريا. اكيد هلا حلم اي حدا. صار حلم ولا ممكن؟ لا حلم، بس تحقيقه صعب. منورة شو بتقولي للعالم؟ شو بتقولي للعالم اللي ضلوا جوا سوريا؟ احيانا بحسدهم انهم لساتهم على الاراضي السوريه، هواهم سوري، ميتهم سوري، رغم كل شيء. عن جد انا بعمري ما كنت اتوقع اطلع من سوريا للاسف. يعني طبعا اي مثل ما قلت لك جبرنا نحن انه طلعنا من يبرود. بقول لهم أول شيء نيالكم عن جد. وصحيح أنتم تحت القصف أو الحصار أو الجوع أو أي مشكلة، بس نحن بنتمنى نكون معكم ونحلم نرجع حتى في لو في قصف، ممكن إذا صرنا طريق رجعة نرجع. كثير شوب كثير واكثر شيء يعني بكون صعوبه علينا بالمي.
مي. في نقص بالمي كثير. هي عادة كيف لازم تجي؟ ما في هلا اذا تحبين اشرح لي. ايه؟ هلا اذا انا اسفه بس بدك العفو على هالمنظر هاي زبالي. هلا ما بتنقام ليوم الجمعه او السبت. تخيل بتوصل اوقات لهون. هلا انا من احد الناس بنتي ما رضيت ربو لك شو حاطين وراها. مين مسؤول عنها هي؟ مين لازم يجي؟ بلديه. هذا الخزان لازم يكفي لعشر خيام. هيدا خزان مي شرب ولا مي عادية؟ لا للاستعمال. استعمال. بس بتجي عكرة حتى ما فينا نستعملها اي شيء. انت مدت هنا مددين لكم اياها لجوا الخيمة. بتعبى من قبل الادارة بال وقت ساعتين بالنهار. او ثلاثة حسب قوة الكهرباء. بس هذا العشر خيام خلال ساعة بكون فاضي. وشو بتعمل العالم بقى بالمي؟ بدها تشتري مي؟ مي تشرب دائما مشترب بالطبع دائما. احيانا في مي برا في المخيم بنعبي منها. اشتغل اول شيء؟ لا لانه ما في شغل. دورنا من داور ومن ايه من حط ما في شغل. ولولا الشغل ما حنسترجع نطلع. ليه كيف يعني؟ هلا انا مخالف. ايه. مو بس انا كثار مثل مرتي يعني مخالفين. واذا بدنا نتحرك نروح يعني ندور على شغل او اذا في شغل نشتغل فيه ما حنسترجع نمر انا مخالفين. ورقنا مو نظاميه. ايه. يعني فايتين نظاميه بس خالفنا على المده اللي احنا فيها. ما قدرت تجدد الاقامه. ما قدرنا نجدد. شو شروط الإقامة؟ ليش ما قدرت تجدد إقامتك؟ أول شيء بدها مصاري. هقول لك إياها، أول شغلة بدها مصاري. 200 دولار. هي معروفة. واللي بتأخر فوق لازم بصير عليه غرامة. واللي ما معه هي 200 دولار ما في غرامة حيدفعها. ما في عجلة ما في. 200 دولار أبو عبدو، ما بتتأمن 200 دولار بس. طب ما بده يكون في شغل؟ يعني مين يعني في شغل ما اشتغلنا في شغل ما بيشتغل بأمن بيدفعه بس ما في شغل. أنت كنت عم تشتغل وبعدين بطلت؟ ولا ما من اول هلا شوف لي انا شغله في شغل بس صار فينا اوقات في عالم بتشتغل عندها ما بتعطيك مصاري. يعني كوننا سوريين نحن بنشتغل بس بدون مصاري ما فينا نطالب بحقنا كوننا سوريين. ما بدي اعطيك. روح مالك معي. شو فيك تعمل؟ ما فيك تعمل شيء. بعمل حالي برجع على خيمتي بعدهم بخيمتي. تفضل بوكل امري لله. هيك صفت امرنا يعني صفت. واذا بدك دوري كمان غيره ما حتلاقي غيره ما بشغله. عندك عيله؟ عندي والله عيله. وينهم؟ عند ستهم والله زايرين هلا لانه اجت امها قعدت هون بمخيم حضنا. طيب كيف عم تعميهم؟ كيف عم تدبر الامور؟ موجود الرزاق. الله الموجود. يعني في عالم بتساعدكم؟ والله شوفي هو مساعدات اوقات بيجينا يعني كراتين وزايرين. الحمد لله رب العالمين. هلا في كرت الغذائيه. في بيعطونا كرت غذائيه كل شهر هذا. نعم. بكفي هيدا تموين؟ لا والله. هي حلفتني بالله لا والله ما بكفي. قديش عدد العائلة عندك؟ أنا عندي أربعة. نحن أربعة والله. كانوا خمسة. مات واحد من شيء 7-8 شهور. ضلنا أربعة هلا. طيب هاي أنا واحد يعني. أنا واحد من الناس اللي عندي أولادي معاقة وفي عالم تعرفون يعني. أنا عندي لكل واحد بده 20,000 دولار ليتعالج. هاي غير مرتي غير أقول الحمد لله هذا الله متكفي فيهم. هاي أنا واحد من العالم كنا بحاكي. طب هذا اللي هلا بده واحد علاج بده يعالج ولا بده علاج ولا بده أكل ولا بده مصروف. اي واحد من الثلاثة بده يأمن هون والثلاثة ما في من هون. ومثل بقول بيحكوا من صاحب الامثال قال الجمل بيضة والبيضة ما في. شلون يعني ما في انه واحد لا يشتغل ولا فيش وشغل اذا اشتغل ما في مصاري وان ما في راح ندور على غيره كمان بقول لك ما في شغل ولا عم نسترجي نطلع ولا عم نسترجي نفوت يعني من هون لباب المخيم ورجعوا روحها رجعها هيك قعدتنا. طب انا شفت عالم عم بيشتغلوا كيف عم يطلعوا؟ هاو يا اختي هلا بيشتغل في عالم الى هوني. يعني بحكي صراحة في عالم قبل الأحداث هون كانت مو كله بالأحداث. هلا في سوريين قبل الأحداث كانت هوني بالأساس كانت بلبنان هي تشتغل وتروح رجع. أنا معظمية الشام. معظمية أعرفها. صلي هلا هون تقريبا سنة وشي نص سنة ونص. صلي سنة ونص. بكرة وين بدك تكون؟ الله أعلم. وين الله بإذننا ما حد يعرف. نتمنى من الله. بس في ثلاث شغلات قدامنا ما في غيرها معروفين. يا بنرجع على سوريا يا مسافر لبرا يا انها المترين بهالارض غيرنا ماله نحن ثلاث يعني هاي حياتنا ماشيين فيها.
لانه مدمين على السفر نحن. بس صار لي سنه ونص هلا ماشي بالسفر، ملف السفر. على اي بلد ما بعرف. لحد هلا ما بعرف، اللي كانوا معي سافروا. بتحكي لك يا بالمشرمعه كل عم تدرى فيها معلش هالشغله تشوفها. اللي وراه ظهر ومعه مصاري بيمشي ملفه وبصير برا بيسافر. لا لك بصراحه. بس اللي ما له ظهر ولو معه مصاري بيقعد بخيمته بيستنى فرج رب العالمين. بس الله كبير. الحمد لله والله متكلين على الله. الحمد لله شعوات هاي ما شعو قاعد هون ما قاعد هون قاعد هون قاعد هون ما له علاج. شو بتعرف اخته من نور يعني حدي وبتعرفه بتعرف وضعه. قاعد هون قاعد هون بده ادويه وكل شهر هذا شلون ما كان بده 200 300 دولار مو لعبه. طب ما تأمر معي. مات راح لعند رب العالمين هو اللي بيعافيه وبيشافيه. هلا في ثاني ثاني اذا بده ثاني صاب بالحرب عينه اليمين ما بشوف فيها راحت عينه بالصاروخ ضرب عليه صاروخ حد منه يعني طارت عينه اليمين ضل بلا سهر بعين وحده. ولد عمره 13 سنه بعين وحده. وعندي الثاني اكبر منه 14 سنه بتعرفه ام النور كمان اخت منه كمان نزل برميل لحد منه مبعيد عنه يعني كمان ما بدنا نحكي يعني. يترك الله شيء. الحمد لله رب العالمين. اللي له واسطه هون قلت لك اللي معه مصاري وله واسطه اموره مثل اللي انا ماشي وما حدا بيربح اياه. اولادك عم يشتغلوا؟ الصبيان واحد الاولاد 13 و14 صغار صار لانه الكيماوي بالعربي اللي ضرب الكيماوي اثر على غدتهم اثر على رجلهم. يعني لو هون كنت رجلتك يا هون اثنين بيعرفوهم اللي كلهم بيعرفوهم اولاد ما عاد اخذوا طول. يعني ابني محمد وقت مات هذا صغير وانت لك مات مات شافته من نور حامله هيك نفض الدم نفض من تمه لانه ما في جسم ياخذ مضبوط ما في له شيء. يلا الحمد لله نشكر الله ونحمده على اللي الله كاتب لنا اياه. الله يخلي لك الله يبارك بعمرك يا رب. عيلة باقية وان شاء الله الايام الجاية بتكون نشكر رب العالمين ان شاء الله ما لنا غيره ان شاء الله. في عالم كثير يعني كمان بيحبوا يساعدوا بيحبوا ما بيهون عليهم أن يكون حدا متوجع. والله أنا طالب شوفي أنا طالب من يمكن من العالم كله ما بديش من العالم بس دعوة دعوة بس دعوة. مالحة دعوة الحمد لله اختي الحمد لله دعوة الله راح يدعو لك. الحمد لله ان شاء الله كتار كتار راح يدعو دعوة بس الله يشفي الاولاد الله يشفي مو بس اولادي الله يشفيهم اولاد مرضاني العالم كله كله ان شاء الله الله يشفيهم يفتحها بوجههم ان شاء الله مستقبلهم افضل يا رب. الحمد لله الحمد لله شكرا لك اهلا وسهلا الحمد لله. هلا صرتي قلتي لي اجوا عملوا هون صوروا فيلم فيلم وهيدا وحالك انه فيك تعملي شيء ايه وبلشتي عملتي معرض للاولاد لبناتك ولا بنات المخيم لاطفال المخيم دينا لاطفال الابرار وبعدين شو استفدتي من هالمعرض عملك شوي اول ربيع معرضين كانت تبرعات لدينا من المخيم الابرار غطينا سوادير بالشتوي للاسف الاداره ما جابت سوادير من رسم مين إدارة يعني إدارة المخيم إدارة الأبرار لمين تابعة هاي بتكون؟ لجمعية الأبرار نفسها أو الأمة ما وزعت لنا يعني خليني أفهم جمعية هي بتستأجر الأرض؟ إيه مستأجرين الأرض لمدة تقريبا 3 سنين إيه وأنتوا جيتوا قعدتوا بالأرض بدون أي مقابل بدون أي مقابل لا متى؟ هلا قالوا لنا لآخر السنة لشهر 12 من هاي السنة اللي إحنا فيها لآخر سنة شو بدهم؟ بدكم تطلعوا؟ إخلاء وين بدك تروحي؟ اوقات ما بحب فكر مشان ما اتعب ولا وقتها يعني ما بس انا هاي 60 خيمه كلها. يعني حتى هاي خيمه اللي انت رضيتي فيها هي ما رضيانه فيكي ايوه ما هي ما رضياني للاسف صاحب الارض هو اللي ما قبلان يجدد العقد انا بتوقع بده يخلي الناس بس يصير ياخذ منا اجار انا هيك بتوقع في محلات ثانيه عم بياخذوا اجار من الارض كثير كثير خيام اجار هون ورغم هيك عملتي المعرض بهاي الساحه كان اول معرض عملنا حفلات فيها
هون بس طبعا عملنا نشاط الحاوي املاها الساحه حطيناها لشوادي ربيض مستعملي كلها زينت بالبوالين واحبال الزينه جبنا مايكات دي جي صوت يعني شيء حلو كان. هلا اذا بتحبي باخذك على محل احذيه عملناه من ريع المعارض. ايه من ريع المعارض. ايوه من ريع المعارض اللي صارت في بريطانيا. ايه يعني هي انا حاب شو علاقه بريطانيا بهون؟ ما فهمت بالمعارض. نحن بهي اول ساحه كان اول معرض لنا. طيب ثاني معرض كان بالمدرسه. ايه ثالث معرض ببريطانيا. مين اخذوا على بريطانيا؟ حدا تواصل معي قال لي شو رايك ننسق نعمل معرض، احتمال ينجح واحتمال لا، تجربه وحنخوضها. انا حبيت الفكره بكل الاحوال، اسم الاولاد ورسماتهم حيظهر ببريطانيا. بس ما كنت متوقعة يوصل للندن، يوصل لأغلب محافظات بريطانيا، وصل لسكوتلندا. هذا لما كنا متوقعينه، ولما كنا متوقعينه إنه يجيب ريع للسوريين. أول ريعين وزعناهم للأطفال بين أحذية وملابس، حاجات شوادر للمخيمنا. كانت في خيام كتير عم تطوف من المطار. البضاعة أي. من ريع المعرض. برافو. الهدف إذا وقفت المعرض أي. نكون أسسنا شيء للسوريين. صح. يضل استثمار يضل شغال. حالي مرضي شغل. حالي الحمد لله. تمام. الحمد لله. تمام. خلص. بتساعدنا بنهار وبتسلم عنا المساء. أي. احنا ودعنا ام نورة، بس الحقيقة انه النور اللي عم بيشع من عزيمتها ومن روحها للمساعدة رح يبقى معنا لفترة طويلة. خلونا نكمل طريقنا. هيدا مخيم الرحمة، وأيضا نحن ما زلنا في منطقة البقاع. مثل ما شايفين يعني المخيمات عددها قليل خيم، وبشكل عشوائي في أي مكان على جانب يعني أرض زراعية، على جانب الرعي. هي غنمات طلعوا بطريقنا وموجودين على كتف شي قرية. ونحن هلأ بمخيم الرحمة جايين نشوف أم خليل. اسمعوا القصة معنا. مثل ما شايفين الخيم هي عبارة عن عضادة خشبية، بس طبعا بعد 5 سنين نشوف في مظاهر، صار لي أشياء أكثر، في عنا دش، في بلاط، في شوية باطون، يعني تبدو مظاهر استقرار، ولكن هي ربما مظاهر استسلام أكثر، لأنه ما في استقرار. يعني هي خيمة ممكن أن يطلب منهم أن ينتقلوا منها في أي لحظة. مرحبا. كيف حالك؟ وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا. خليل. الحمد لله. تمام. سلامتك. الله يسلمك. ان شاء الله بالشفاء ان شاء الله. مرحبا. كيفك؟ كيف الصحة؟ انت خليل؟ لا. مين انت؟ حمزة. حمزة. وانت يا حلوة؟ آية. 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 آية بتجنني. كيف الصحة؟ الحمد لله رب العالمين. انا حكولي عن ابتسامتك وقالوا لي هلا رح تشوفي سيدة عظيمة وابتسامته دائما على وجهه رغم ظرفه الصعب، ورح تشوفي ايضا سيد عظيم بيعتني بشريكه حياته ودائما جنبها ومراعيها بالمحبه والحب الدائم. ايه ما فهمت. لو تحبيه ايه
كثير. يعني ما احلاها ما تحبني انت ما بتحبها؟ طبعا خليكم لبعض. الله يسلمك. قصتك القصة صعبة، يمكن صار معها هيك مخلية أثناء الهروب، هروبكم من المعظمية ولا؟ معظمية. لا كنا بالمعظمية. أي. يعني ونحن بقلب المعظمية. كنتوا عم تحاولوا تطلعوا من هنيك؟ اشرحي لي شوي. احكي لي القصة. كنا يعني فيكي تحكيها ولا بتزعلك؟ لا عادي. ما كنا محاصرين، ما في يعني أكل إنه بالبلد. وعم يعني نحن عندنا أرض، وعم نزرع بالأرض يعني، ورحت على يعني لحتى نجيب أكل للأولاد يعني خضرة من الأرض، وهنيك تصوبت كانت أنا وأولادي. يعني أنت اضطريتي تطلعي من البيت لأنه ما في أكل، يعني محاصرين كل الوقت، ممنوع المواد الغذائية. أي شيء يدخل طبعا ممنوع. كنتي عم تاكلي من الارض من العشب؟ اي مره عشب يعني خبز حشيش شو بيطلع بقدونس المزروع. منين جايبين هالابتسامه الله يحميها ويخليكم؟ شو كيف هي؟ من الله، هي نعمه من الله. نعمه من الله يعني. تصوبتي بالناس؟ اي. هلا شو وضعك الصحي يا ام خلي؟ أنا معي شلل كامل، إيدي وإجري. قابل للشفاء؟ بإذن الله. كيف؟ على المعالجة يعني أكيد، وبدي يعني بدي أعمل. أنا في قالوا لنا بصير له عمليات برا، بس بالصين أو ببلاد برا يعني، إنه تكون متقدم فيها العلاج. متقدم العلاج فيها بنزرع لها خلايا جذعية. وهي على علاج والعين بصيرة والإيد قصيرة أكيد طبعاً. شو نسوي بين الله؟ أنا هيك متحملينا، خليها متحملينا هيك. شكراً يا جماعة لأنكم قلتوا لنا قصتكم. في شيء حابة تقولي؟ لا كأنك حابة تقولي شيء. أنا ما بس يعني أمتي بهالحياة إني أتعالج والصح، يعني هاي ما في يعني ما عندي شيء بقلبي غير هاي الأمية. خصوصا بتحسي انه في مجال ولكن انتم غير قادرين. اي انه طبعا في مجال. هذا اللي بيزعلني لانه في انه لا يعني في علاج الي وفي ادويه وفي كل شيء، بس نحن ما لنا قدرانين على هالشيء. هذه الألوان الزاهية تستقبل المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في بيروت الذين يحتاجون للتسجيل فيها ليستحقوا بعض المساعدات، ليس بعض بل الكثير، لأنه حسب الأرقام القاتمة التي أصدرتها هذه المفوضية فإن الحاجة كبيرة لعدد كبير، تزداد حاجاتهم يوما بعد يوم. معنا ليزا أبو خالد، وأنت متحدثة ليزا باسم مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببيروت. خليني بلاش معك من أول ما تسجل مكتبكم عن اللاجئين السوريين في لبنان، ونحن عم نحكي بعد 5 سنين أكيد صار في واقع مختلف اليوم. أكيد يعني نحن اليوم في أكثر من 1,050,000 لاجئ سوري مسجل مع المفوضية بلبنان. مثل ما بتعرفي في تقريبا بس 4 ملايين لبناني بهالبلد الصغير. اللاجئين السوريين عم بيعيشوا ظروف كتير صعبة، وخاصة انه في منهم قلهم 5 سنين واكتر عايشين بلبنان بمناطق فقيرة بلبنان. كمان نحن عم نقوم بدراسات دايما لنقدر نشوف شو ابرز حاجات اللاجئين، كيف عم تتضاعف جوانب الاستضعاف،
هشيش يعني الهشيشة الأماكن اللي هن عايشين فيها. نحن عملنا دراسة بينت أنه في أكثر من 70% من اللاجئين السوريين بلبنان عايشين دون خط الفقر. فكرة أنه إرسال الأطفال إلى العمل مثل ما فهمنا كمان أنه هي سبب الأساسي أنه الأهالي أو الآباء لا يستطيعوا أن يخرجوا للعمل بسبب عدم وجود الإقامة، بسبب تغيير القوانين في لبنان بما يخص إقامة لاجئين سوريين، يعني اللاجئ السوري لهم بحاجة لإقامة. بالضبط. اشرحي لي شوي كيف قدرتوا تتعاملوا مع هذا الموضوع، كم زاد عبء عليكم طبعا ولكن على اللاجئين بشكل أساسي؟ تجديد الإقامات هو من أبرز التحديات اللي عم بيواجهوها اللاجئين السوريين بلبنان وعم بتأثر على كل جوانب حياتهم اليومية. بأول عام 2015 في إجراءات جديدة طبقت على السوريين بلبنان وهيدا الشيء بيتضمن اللاجئين السوريين. اللاجئ السوري لا يقدر يجدد إقامته بلبنان لازم يدفع $200 بالشخص بالسنة لكل فرد بالعائلة، يعني إذا هن 5 أفراد لازم يدفعوا $1000 اللي هو مبلغ أبداً ما عم بيقدروا يدفعوا. لازم يمضوا على تعهد عدم عمل، يعني رب المنزل لازم يمضي على تعهد أنه هو ما رح يشتغل ولازم يوثق هيدا التعهد عند المختار كيف بده يجيب مصاري وكيف ما بده يشتغل. بالضبط. ولازم يكون عنده لما يمضي هالتعهد عدم العمل لازم يفرجي أنه هو عنده موارد تقدر تساعده أنه يعيش، وللأسف نحن بنعرف انه ما عندهم هالموارد، عم بيعيشوا على موارد ضئيله جدا. هيدا شروط اقامه رسميه ليست شروط لجوء صح؟ بالضبط. يعني هيدول قدرت المفوضيه تعمل اي شيء؟ نحن عم نحاول قد ما فينا ودائما يعني في مجال للتفاهم ولا هيدا موضوع سياسي انتم بتبعدوا عنه؟ يعني ان شاء الله في مجال، نحن دائما على تواصل دائم مع السلطات والحكومه اللبنانيه والجهات المعنيه لنقدر نوصل لحل بيناسب الاثنين. الكارت او اللي هو كاش المساعده الكاش اللي انتم بتعطوها ل 15% بعتقد من مجمل العدد، في شو هي المعايير؟ ما هي المعايير التي تحدد اليوم اليو ان HCR من هي العائلة التي يمكن أو بحاجة لأن تعطى هذا ومتى يسحب هذا الكرت؟ المستفيدين من هذه البطاقة بيحصلوا على تقريباً $175 بالشهر للعائلة. مثل ما قلت بس في 15% من اللاجئين السوريين بيستفيدوا من هالمساعدات. المعايير هي معايير كمان إنسانية، معايير بحسب استضعاف العيال. نحن منقوم بزيارات منزلية وعنا أسئلة منطرحها على اللاجئين السوريين لنقدر نقدم نقيم حاجاتهم، نقيم كيف عم بيقدروا يلبوا هالحاجات. مثلا هل هن عايشين ببيت بيتعرضوا للخطر بالشتة، مثلا بتشتي عليهم بتفوت المي أو التلج، هل هن عايشين بأضرب الظروف اللي بيقدروا يعيشوا فيها، هل هن عندهم مثلا براد ليقدروا يحطوا الطعام لأولادهم. ليزا نحن شفنا أم أرملة وعندها 4 أولاد وذكرت لنا أنه انسحب منها الكارت وقيلها أنها غير مشمولة بهذه المساعدات، ما هو رب كيف يعني؟ كيف وحدة أم أرملة عندها 4 أولاد غير مشمولة؟ شو ممكن يكون أكثر؟ 15% هي نسبة صغيرة جداً وقت عم نحكي عن أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري بلبنان. للأسف عم نضطر نختار اللي هن أكثر حاجة من غيرهم بوقت نحن منعرف أنه أكترية العيال هن بحاجة لهالمساعدات. عم نحاول قد ما فينا أنه نضل بتواصل مع هالعيال. نحن حالياً بمركز استقبال اللاجئين ببيروت، وقتا يجوا لعنا يقولوا لنا بس ما انا حياتي تغيرت، يمكن قبل ما كنت بحاجه لهالمساعده ولكن بليز تعوا زوروني شوفوا الظروف اللي انا عايش فيها هلا، منعيد النظر منروح ونرجع منقوم بزياره ثانيه، منعمل مقابله هون لنقدر نشوف كيف تغير واقع هالعائله. الواقع ما في شك مرير، الـ يعني المشكله معقده. قبل ما اختم معك بدي اسالك، الرعايه الصحيه والحالات المستعصيه موضوع جدا سيء، كيف عم تعالجوا؟ يعني نحن بالرعايه الصحيه بالمستشفى عم نضطر نساعد فقط اللي هن بحاجه للرعايه الصحيه اللي بتنقص منقذه للحياه. يعني كل شيء طوارئ، ما عم نقدر نغطي للاسف الامراض المزمنه مثل الكانسر. حتى خارج الكانسر طبعا.
خارج التغطية للأسف، لأنه نحن عم نضطر نعمل أولوية للي هن بحاجة لمساعدة فورية. إذا ما بيفوتوا على المستشفى هلأ في خطر أنه يتوفوا. يعني اليوم ماذا تطلب الـ UNHCR حتى تقوم بمهمتها؟ أولا الحلول أكيد زيادة التمويل لنقدر نلبي هالحاجات اللي عم تتزايد بعد مرور سنين باللجوء. حتى لو أعداد اللاجئين ما عم بتزيد السوريين بلبنان، هيدا ما بيعني أنه حاجاتهم واستضعافهم ما عم بيزيد. نحن بحاجة لمليارين ونص دولار لنقدر نلبي أبرز حاجات اللاجئين. قدي معكم هلأ من المليارين ونص؟ معنا أقل من 500 مليون دولار. شكراً لك ليزا، شكراً لجهودكم مع كل الأحوال. شكراً كثير. الغالبية الساحقة من اللاجئين السوريين تدفقوا على البلدان المجاورة، ولتخفيف الضغط تم إعادة توطينهم في البلدان الأبعد. نتحدث هنا عن أستراليا، نتحدث عن أمريكا وعن دول الأوروبية. طبعا العدد ضئيل حسب أرقام المفوضية العامة لشؤون اللاجئين تابعة للأمم المتحدة. في بيروت تم تقديم 40 ألف فايل من 2011 حتى 2015 لإعادة التوطين في هذه البلدان. حتى الساعة أكثر من 20 ألف بالفعل ذهبوا إلى هذه البلدان. نحن الآن نلتقي بالسيدة سميرة. سميرة هي سيدة حلبية من سوريا، قدمت إلى هذا اللجوء وقد تمت الموافقة للجوئها إلى أستراليا. التقيناها ويبدو أنها ترى أملها هناك. سميرة، أنت من اللاجئين السوريين من سوريا من حلب، وهلأ طلعوا رأيك لتروحي على أستراليا. مبسوطة؟ كتير مبسوطة، مع أنه رايحة على هديك البلد، مع أنه ما بعرفها ولا بحياتي بعرف دولة أوروبية أبدا، بس مبسوطة وحاطة الأمل قدامي. كتير مبسوطة لأنه رايحة لهنيك، بدي أسس حياتي، بدي أشتغل وبدي أساوي يعني إشي كتير بحياتي. بتعرفي إنجليزي؟ لا مو بعرف انجليزي، بس مستعدة انه اتعلم. ورايحة لحالك؟ رايحة لحالي. مغامرة هاي؟ مغامرة بإذن الله. ليش هونيك أحسن من أي محل تاني هون، أو أحسن من هون؟ أحسن من يعني اللي بيحترموا الشخص الإنسان. إذا الحيوان هونيك له احترام، كيف الشخص كيف الإنسان نفس الشيء. فأنا اخترت هيدي البلاد كرمال انه حتى لو بدي اتعذب شوي أكيد بدي أبلش من الصفر، بس بعرف حالي انه بدي انشا واطلع. بدي يصير انا كيف انه قاعده معك هيك، بس انا بعرف انه شو بدي يصير لقدام. جيتي على لبنان؟ ايه. قدمتي على المفوضيه؟ جيت اول شيء قلت لا اشتغل قبل ما اقدم على المفوضيه. حاولت تشتغل؟ ايه حاولت اشتغل. اشتغلت سنه وشوي لما نطلع القوانين انه بده يصير في كفيل وما بعرف شو، ما في حدا يكفلك ما في هيدا، صرت هون تعذبت كثير. يعني اول ضليت سنه وشوي تعذبت، اخر شيء ما لقيت غير هيدا الخط هيدا الطريق. قلت يا رب ما ضل لي غير خط واحد، يا بيساعدني ربنا بيوقف حدي، يا شوف شو بده يصير بحالتي. طيب واتكلت على الله وجيت قدم شوي. انطرقت وتعذبت شوي، قلت ما بيأثر، الصبر هو مفتاح الفرج. بس قالوا لي، قلت لهم انا بدي اقدم هجره. قالوا لي شو بدك مساعده؟ قلت لهم ما بدي مساعدات، ساعدوني سفروني، انا معينه ما بدي، انا يعني اكل واشرب ما بدي. قلت لهم بدي شيء بلد يحميني، ينور لي طريقي، يكون عندي مسكن، يكون عندي شيء، يعني عندي طموح بالحياه. رجعوا دقوا لي وحكوا معي، قالوا سامرة اجيتك تسافر على استراليا، تفضلي على المقابله. جيت قابلتهم هون وحكيت معهم وهيدا، قالوا لي 10 سنين ممنوع تفوتي لبنان، سوريا ممنوع 5 سنين ومن هالنوع هيدا. خفتي لما قالوا لك هيك؟ ما خفت، ما فكرتي تتراجعي؟ خلص انت رايحه وان واي. ايه طريق واحد. طريق واحد. قالت لي هربانه ولا يعني بدك ما بقى تتذكري اللي صار، المقاسي اللي صار؟ ما في مقاسي كثير صارت قدامي، في روس قدامي، اولاد عمها لامي اثنين ذبحوا قدامي،
في صار ذبح، في يعني طفله صغيره عمرها 3 ايام راسها نقص، فندق الامير وفندق الساحه سعد الله الجابري هيدي كلها راحت. شو بدي اتذكر؟ لا اتذكر مقاسي، يعني فوق ما تصوري مقاسي شفت. ما عرفت كيف طلعت، كيف هربت، يعني حتى بس اخذت بس شنطتي بتضلها معي لانه هويتي وبطاقتي، هيدا اللي اخذته بحياتي. خلينا نقول اللي صار صار هونيك. ايه وبكره يوم جديد، شو بدك تعملي باستراليا؟ بدي اشتغل، بدي اسس حياه، بدي ما هيك في اشياء كثير بحياتي انا حابه اغيرها. يعني نحن الآن في وسط بيروت، 18% من اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان فقط، 18% فقط يعيشون في المخيمات، ما تبقى يعيش فيما يسمى بالمناطق المدنية، ولكن بالواقع حوالي 60% من كل اللاجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان يعيشون في ظروف غير مناسبة للعيش. طبعا العائلة هي عبارة عن 5 أشخاص، الأطفال كانوا يعملون في الشوارع في بيع محارم الكلينكس، ولكن بعد تدخل الأمم المتحدة ساعدوا الأطفال وأعطوهم بعض المساعدات. مرحبا، كيفك؟ تمام الحمد لله. هلا مرحبا، كيفك؟ شو الاخبار؟ مرحبا. ليه عم تضحك؟ طيب يلا تفضلوا. ابو احمد وام احمد طبعا شكرا لانكم استضفتونا عندكم. اهلا وسهلا فيكم بالبيت. اهلا وسهلا. حقيقه انا يعني جايين نشوف شو اخباركم، كيف الاحوال، كيف عايشين، كيف قاعدين هون مع الأولاد الحلوين، 4 أولاد، مين عم بيشتغل، مين عم بيدفع، منين عم تعيشوا؟ نحن أول شيء نحن صلنا 3 سنين وشوي، 4 سنوات نحن طالعين من سوريا، جينا هون على لبنان. جينا لهون أول شهر، شهر ونص، شهرين زمان سجلنا بوظيفة الأمم المتحدة. وبعد ما سجلنا بوظيفة الأمم المتحدة بدنا نشتغل مشان استأجرنا بيت و انزلتوا عم تشتغل. شو اشتغل؟ محارم. شو بدا؟ محارم. صرنا نبيع كلينكس محارم بالطرقات لحتى حسننا نستأجر بيت. وعدنا شي سنة وشوي نحن عم نشتغل بالمحارم وقاعدين ببيت أجار. قديش أجار كان؟ $300 مقابل هذا البيت. كنا قاعدين بيت نحن كمان $300 كتير. 300 يعني هيدي يعني هي أقل من غرفة. في أغلى وفي أغلى. في أغلى لسا، يعني هاي أحسن من اللي بدنا ناخدها الأغلى. واشتغلنا بالمحارم وقعدنا لحتى الأمم المتحدة طلعوا لنا كرت التغذية. لمدة سنة ضلينا ناخذ من الأمم المتحدة غذائيات. بعد السنة انفصلنا نحن، فصلونا حتى من الغذائية. بعد السنة يعني صرنا ما ناخد شيء من الأمم المتحدة نهائيا. صرت لحالك؟ لحالي. معين؟ معين. عم تعيش 4؟ 5 أشخاص. 5 أشخاص. 5 أشخاص. والشغل شو بتلحق؟ الشغل هون يعني دلعك. يعني بالنسبة لنا كسوريين في لبنان كتير تعيس. كتير يعني تعيس بشكل يعني. تعيس يعني ما بيعطوك أجور. بالأجور يعني. بالأجور. قد ايه كانوا يعطوك يعني؟ يعني اشتغل كل يوم 15,000 20,000 لبناني، 15,000 عندي أنا 5 أشخاص مثلاً، إنه شو بدي كفو 15,000 هون ربطة الخبز حق 1,005 البيدون مي حق 1,000 يعني 15,000 ما بيعملوا شيء وعندي أجار $300. أنت بالمخيم اليرموك أنت صح؟ كنا من سكان المخيم اليرموك. كان فيكم تبقوا هني؟ لا صعب. صعب. نحن بقينا لفترة يعني إنه خلص ما عاد نتحمل. في عالم طلعت قبل منا بكثير، نحن عدنا إنه يعني الواحد بيقعد ببيته بكذا،
ما عاد حسننا. هلا انت ايدك انضربت بعدين قلت لي ما بقى فيك تشتغل فيها. ايه انا عامل عمليه فيها ثلاث سياخ ومخلوع في خلع هون، انا عامل لها عمليه هي. يعني يوم ايه يوم لا بده ابره كورتيزون مشان يهدى من الوجع. رجعتوا؟ والله قضينا كثير. نمتوا ايام جوعانين كثير؟ قضينا ونحن بالنسبه لهذا البيت يعني صرنا فيه سنتين، هذا البيت صرنا بهذا البيت مده سنتين، نحن بيستحق اجار البيت واحد الشهر. كونه صاحبه البيت بتعرف وضعنا كثير تعيس وتعبان، تاخذه ب 20 25 الشهر يعني بتمد معنا لان بتعرفنا وضعنا تعبان كثير. ولا ولد عندي بالمدرسه وانا حاولت سجلهم بالمدارس، بس تفوتي على اي مدرسه هون بدهم لكل ولد تقرير طبي بكلفك 50,000 40,000، بس انه لحتى يدخلوا الاولاد بدي يكلفوني انا 200 دولار. انا 200 دولار ما معي سجل الاولاد بالمدرسه. كيف كان بيع المحارم؟ فكنت تخاف؟ نحن مو شغلتنا هالشغله هاي، نحن كنا بسوريا قبل ما نطلع ويصير احداث، نحن كنا نشتغل، كان عندي مكتب سيارات كنت بيع واشتري بالسياره، كان عندي سياره الي خاصه يعني اخذوها مني وراحت السياره. بس طلعت السياره طلعت من خلص طلعت من هنيك اجيت لهم. يعني نحن كنا بالبلد يعني عايشين و امورنا احسن من هيك، يعني نحن هلا عدم تعبانين يعني والشكوى لغير الله يعني مزله. انا بس اطلع باولادي بدون ما تنزل دمعتي انا قلبي بيبكي.